السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام، متابعين قنوات الكاس أينما كنتم، والله حييكم في برنامجكم المضمار. اليوم عندنا ثلاث مواضيع بالتأكيد نتكلم عنها، بنتكلم عن السباق طبعا 22 على المضمار الرملي اللي هو يتضمن فيه 8 أشواط، وبنتكلم عن السباق 23 على المضمار الرملي اللي فيه 10 أشواط، وبنتكلم عن بطولة هذاب لقفز الحواجز اللي هي البطولة هذه السادسة على التوالي، أو عفوا الجولة السادسة بالتأكيد على التوالي، قطعناها يمكن احنا الأسبوع اللي راح على مدى يومين. نبارك لكل من فاز سواء في سباقات الخيل فلات ريس او في قفز الحواجز، وكل التوفيق لهم ان شاء الله في هذه البطولات او البطولات القادمه. بنتكلم عن هذه المواضيع ان شاء الله بشكل تفصيلي اكثر واكثر، وحياكم الله. اذا بالتاكيد عندنا اليوم السباق 22 و23 وكذلك بطوله هذاب الجوله السادسه، بنتكلم عنها هذه ان شاء الله، بنتكلم عن 18 شوط وبنغطي الاشواط المهمه طبعا بالنسبه حق هذه الاشواط. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، خلونا نرحب بضيوف اللي برافون ان شاء الله طول هذه الحلقه، المالك والمدرب الخيل السيد عويضه سالم الهاجري، وكذلك المدرب الخيل السيد محمد جاسم الغزالي، الله يمسيكم بالخير وحياكم الله في استديو قناه الكاس. بدايه معك عويضه الهاجري، يكلمني عن بالتأكيد السباق 22 على المضمار الرملي في نادي السباق والفروسية، شهد 8 أشواط وبالتأكيد شفنا منها أشواط ممتعة. الله يمسيك بالخير أخوي سلطان، الله يحييك، مساء الأخوان المشاهدين، مساء أخوي محمد. السباق كان يوم الأربعاء، السباق 22 8 أشواط شفناها، كان الشوط الرئيسي على كأس الشقب، وقدر يفوز فيه الجواد رصان ملك جاسم بن محمد بن علي العطيه بقياده الخيال هاري بنتلي والمدرب جاسم الغزالي. الشوط كانت مسافته 2000 متر، رصان من الخيل اللي معروفه في السباقات الرمليه، هو من افضل الخيل الموجوده في قطر في المسافات البعيده ال 1008 وال 2000، هو واحد من اقوى خيل قطر الموجوده على السباقات الرمليه اللي تعمل السباقات الرمليه. والشوط مثل ما شفت مثل الاشواط السبعه الباقيه كانت متنوعه ما بين الثيربريد وما بين الخيل العربيه، صراحه كانت الاجواء ممتازه، المنافسه كانت حاضره شفناها في معظم الاشواط. الاشواط ما كانت سهله على اغلبيه الخيل وعلى الخياله، كانوا في صعوبه وفي تنافس كان قوي حقيقه شفناه في معظم الاشواط. نهني اخونا جاسم الغزالي وجاسم بن علي على فوزهم بالشوط الرئيسي اللي هو كاس الشقب. نعم بالتاكيد يستاهلون الفوز. محمد الله يمسك بالخير، مسك النور، تكلمنا عن السباق طبعا 23 على المضمار العشبي، يمكن شاهد 10 اشواط نادي السباق والفروسيه. طبعا شفنا اليوم الخميس 10 اشواط، كان يوم طويل الحمد لله. بالنسبه حق المشاركات كانت مشاركات بالنسبه لنا جيده حق فريقنا، اتوقع الشباب كلهم حصلوا فرص هالاسبوع، شفنا اختلاف فوزات المدربين والملاك. الاداره سوت شوط، قسمت كم من شوط وسوت شوط اللي شفناه اللي هو كلايمنج، شوط للبيع، بيع خيل، فكانت بادره جيده. نعم بالتاكيد، وراح نتكلم عن هذه الاشواط اكثر واكثر، سواء كانت الاشواط على المضمار العشبي او المضمار الرملي. ولكن الان مشاهدينا ومتابعينا الكرام، خلونا نتابع معكم هذا التقرير اللي تكلم بالتاكيد عن الفوز الاول بين الانجاز والحلم. اسبوع حافل بالاحداث في عالم الخيل من خلال احتضان ميدان الشقب الداخلي للجوله السادسه من بطوله هذاب جولات قطر للفروسيه،
وحديقة الريان بارك لثماني أشواط في برنامج السباق 22 على المضمار الرملي، وعشرة أشواط في السباق 23 على المضمار العشبي. 18 شوطا لم تأتي بالجديد على مستوى الترتيب رغم توقف عداد ثنائي الطليعة خليفة بن شعيل الكواري بمجموع 17 انتصارا، ومزرعة أم قرن بمجموع 15 فوزا وبنفس قيمة الجوائز تقريبا. وفي الأثناء يدعم سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني مركزه الثالث برصيد 17 فوزا بفضل 4 انتصارات جديدة تحققت في الأشواط الافتتاحية. وهذه الحصيلة تضاف إلى رصيد المدرب جوليان سمارت الذي تحسن رصيده بالمقارنة مع ذات الفترة من الموسم الماضي بمجموع 22 انتصارا تضعه في المرتبة الرابعة في انتظار المواعيد الحاسمة لشهر فبراير. كما تضاف إلى رصيد الخيال الفرنسي تيو باشيلو الذي اختصر المسافات ليحتل ثالث المراتب في تصنيف الفرسان رغم التحاقه بحديقة الريان منذ شهر ديسمبر الماضي ليحصد 20 انتصارا في فترة لا تتجاوز شهرين. لكن بطولة الجولة تعود بلا منازع إلى الخيال المتألق هاري بنتلي بإمضاء إنجاز ليس في المتناول، بإضافة 6 انتصارات كاملة تحققت بالتساوي بين الابن محمد غزالي الذي يحافظ على المرتبة السادسة بمجموع 16 فوزا، والأب جاسم غزالي متصدر ترتيب المدربين بمجموع 29 انتصارا والفائز بالشوطين الرئيسيين. عالي المقام عالي المقام ودي وبجلو، لكن رطان 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 بطل الأراضي الرملية والأفكار الأخيرة جاسم بن علي بن محمد العطية وهاري بنتلي. ومن الأشياء التي تستحق الذكر إنجاز المدرب محمد سلامة الذي حقق فوزين تمثل ضعف رصيده منذ انطلاق الموسم، والفوز اللافت للمهرة كوين ماويا التي حققت الفوز الأول في رصيد المالك راشد علي المري والمدرب عبد العزيز المري والخيال القطري الشاب راشد السقاع. الفوز الأول أيضا في رصيد المالك سلمان عبد الله عبد الغني بفضل المهر مستر لال في شوط المبتدئة للخيل المهجنة من الإنتاج المحلي على مسافة 1400 متر، والفوز الأول كذلك في رصيد المالك محمد خليفة السويدي بفضل المهرة دينا باي في شوط المبتدئة للخيل العربية على ذات المسافة. تحقيق الفوز الأول قد يبدو إنجازا سهلا بالنسبة للبعض، ولكنه حلم صعب المنال بالنسبة لحوالي 84 مالكا من مجموع 140 مصنفا في ترتيب الملاك. إذن شاهدنا معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام هذا التقرير اللي تكلم عن بالتأكيد السباقات الأسبوع اللي راح يتكلم عن إحصائيات سواء المدربين أو الخيالة. قبل نتطرق للأشواط أبو سالم كلمني عن صدارة هاري بنتلي، بالتأكيد كلمني عن مجموعة من الملاك يمكن ما حلفهم الحظ لحد الآن في كثير من الفوزات على كثر مشاركتهم، انحصرت المشاركة على مجموعة من الملاك اللي احنا دائما نشوفهم في صدارة هذه السباقات أو المدربين. حقيقة أنت وترجع حق هاري بنتلي، هاري بنتلي يركب عند المدرب جاسم الغزالي، وجاسم الغزالي يمكن هو يملك أو يدرب أكثر عدد خيل موجود في النادي متساوي يمكن مع المدرب إبراهيم المالكي وهادي الرمزاني، ولكن اللي يميز جاسم الغزالي أن جاسم الغزالي عنده نخبة من الخيل حقيقة. جاسم الغزالي من أكثر المدربين اللي يسافر برا ويجتهد، وايضا هو يدرب للمالك خليفه بن شعيل الكواري، والمالك حريص على انه يجدد كل سنه، احنا نشوفها في المزادات يجيب خيل وخيل كواليتي حقيقه وخيل تكون مأديه اداء جيد برا. فجاسم الغزالي حضوره وفي في في الاشواط كلها في متنوع الاشواط سواء كان على الخيل الانتاج المحلي او المستورد او العربيات، نعم،
وهاري بنتي هو الخيال الأول عنده. وخيل اللي يملكها واللي يدربها جاسم ومحمد الغزالي أيضا نفس الجروب عندهم نخبة من الخيل حقيقة، وعندهم فكر حق الأشواط إنهم متنوعين، عندها الكل فئة رأسين ثلاثة رؤوس أربعة رؤوس جيدة ممكن تنافس تحقق نتيجة جيدة. فوهاري بنتلي هم الخيال الأول موجود لجاسم الغزالي فياخذ الشانسات حقيقة. وهاري بنتلي يعني عمل يعمل عمل كبير حقيقة ويعمل فارق مع المدرب جاسم الغزالي. رجع خيل يعني أول موسم لو لاحظنا هاري بنتلي ما كان موجود، بعد ما تواجد هاري بنتلي أعتقد عمل فارق كبير مع جاسم الغزالي. هاري بنتلي واحد من الخيال الكبار حقيقة اللي يعمل الفارق على أي حصان، إذا كان محتاج حصان نص طول وطول هاري بنتلي ممكن يأخذ منك يأخذك الطول والنص طول. خيال متمكن تألقه وتشوفه على الصدارة هذا شيء مش غريب حقيقة، لأنه خيال فارض نفسه وعنده خيال تشيله حقيقة، خيال زينة. وأيضا الملاك لو نرجع للملاك نشوف أكثر مشاركة، نرجع للخليفة بن شعيل الكواري هو أكثر خيال يمكن شاركت وأدت. في خيال موجودة عند بعض المدربين ولكن أداءها مو بنفس الأداء اللي موجود عند خيل خليفة بن شعيل الكواري، لأنه هو اللي أكثر واحد ممكن أنا أقول لك في قطر يجدد خيل سنويا، يشتري بالثلاثين وبالعشرين رأس سنويا يجدد دائما في خيله، وهذه ثقافة مالك حقيقة. فأمر طبيعي لما نشوف في الصدارة أو نتائج. هذه النتيجة، النتيجة أن أنا قاعد أعمل كل سنة، أنا أروح أدخل في المزادات وأقتني أفضل الخيل وأجيبها قطر. على فكرة هو يجيب خيل في قطر ما تمشي بعضها، ويعني من الفئة اللي هو يجيبها يطلع منها أربعة خمسة تشيل الموسم كله. صح. إحنا لو نرجع حق البرنامج لو نرجع للموسم هذا، الخيل اللي كانت تفوز عند جاسم الغزالي العام الماضي هي اللي قاعدة تفوز، تو الحين الخيل هذه بدأت تتأقلم. يعني إحنا لو نشوف بعض الأشواط نلقى تو الخيل الجديدة بدأت تتأقلم اليوم قاعدة تفوز. يعني مثل عندنا الشوط الخامس فيها معمر قدر يفوز، هذا الحصان جاي في الصيف انشرم المزاد دخل متى شارك مشاركة واحدة حصل على المركز الأول، شارك المشاركة الثانية حصل على المركز الأول. هذه هي ثقافة المالك لما يعرف إيش يشتري والمدرب معه والتجديد المستمر يخليك دائما أنت في الصدارة حقيقة. ولا يعني إحنا نقول إن بعد الملاك الثانيين والمدربين مش قاعد يجددون، لا يجددون ولكن تجديدهم على فئة واحدة. يعني خلنا نقول الشحانية على الخيل العربية لو نلاحظ السنة بدأوا يدخلون على مجال الثيربريد بشكل أوسع، تغيرت نتائجهم. نعم. صحيح. لو نرجع للمقارن نفس الموضوع تركيزهم الخيل على إنتاجهم على الخيل العربية أكثر، لكن الخليفة بن شعيل متصدر الملاك على أساس أنه عنده لكل الفئات، عنده من الخيل العربية، عنده من الثيربريد، الإنتاج المحلي المستورد، فهو وماخذ النخبة مش ماخذ نخبة الخيل هذه اللي هي تخليه موجود على صدارة الملاك. وهذا العمل أكيد ما جاء من فراغ، الناس اللي تعمل وتدفع وتسافر وتقتني أفضل الخيل هذا نتيجة تعبها وهذا نتيجة العمل اللي هم يعملون فيه. نعم. طيب يعني من السباقات الفلات رايس من نادي السباق والفروسية تحديدا إلى الشقب إلى الجولة هذاب السادسة طبعا على التوالي بمشاركة فرسان قطريين، يمكن غطيناها محمد أنا وياك هذه الجولة، كلمنا عنها على مدى يومين، شفنا مجموعة من الفرسان القطريين، شفنا المستويات اللي شاركوا في البطولة هذه، طبعا بطولة هي محلية ولكن بالتأكيد بطابع دولي، كلمنا عن هذه البطولة المهمة. طبعا شفنا البطولة المحلية بطولة هذاب الأخيرة، التطور في المستوى، الحواجز بدأت ترتفع حكم أنه خلاص بدينا نوصل نص الموسم، الخيب بدأت تجهز، جهوزية الفرسان، وصولنا لبطولة سمو الأمير، يعني خلاص ما باقي لنا شهر واحد فلازم الخيل تكون جاهزة حق هالبطولة. نعم. فشيء طبيعي بنشوف المنافسة قامت تزيد، شفنا أداء الفرسان في الكلاس الكبير آخر كلاس يوم السبت كان أداءهم ممتاز جدا، من 20 خيال 11 خيال تأهل. نعم. حق جولة التمايز، يعني واضح أن الفرسان جاهزين حق بطولة الأمير. نعم. وشفنا أداء ممتاز جدا. بس المجموعة الكبيرة ما شاء الله من الفرسان اللي شاركوا في هذه البطولة على مدى يومين، إذا تذكر يمكن في أول يوم 95 فارس
اعتقد اذا ما خابتني ذاكره نعم 95 فارس، وفي ثاني يوم 60 فارس. المجموعه الكبيره من الشباب القطريين اللي احنا نشوفهم يشاركون وينافسون، اللي الكثير طلع منهم باخطاء بالتاكيد ولا زالوا يتعلمون، وكذلك الكثير منهم طلعوا بكلير بجولات نظيفه، ومثل ما تفضلت في نهايه المطاف كانت جوله تمايز بالنسبه للفرسان القطريين. لا شك ان هذه المحطه يعني مهمه للفرسان القطريين، تسقلهم بالتاكيد، تعطيهم الادفانتج او تعطيهم القدره على انهم يشاركون في بطولات ثانيه خيالهم تكون في كامل جهوزيتها. طبعا شفنا عدد مشاركين عدد كبير، الكل يبي يجهز خيله، يعني في بعض الفرسان مشارك على راسين، اللي مشارك على اربعه في الكلاس الاول راسين، الكلاس الثاني راسين، فكل يجهز خيله ويحضر ويشوف افضل خيل عنده جهز حق بطوله سمو الامير. فعندك وقت من بدايه الموسم الحين، الاسبوع الجاي عندنا بطوله، بعدها عندنا راح 3 أسابيع او اسبوعين عقب البطوله بطوله سمو الامير، فكل يجرب خيله ويشوف شو الخيل الجاهزه عنده واللي تكون في قمه عطائها. نعم، فيكون الاختيار حق بطوله سمو الامير خلاص عارف ايش تحط بالكلاس. نفس الحواجز، نفس الحواجز بتكون ارتفاع 22 متر و40. نعم، غير كلاس البيج بيكون. فاتوقع الكل قاعد يحضر حق هالبطوله. نعم بصاله، ما ادري انك مركز مع الفلات ريت ومع السباقات بالتاكيد، ولكن ما حضرت بطوله هذاب، هي تكون في الشقب تقريبا شبه كل اسبوع هذه البطوله طبعا لقفز الحواجز، ما قد حضرتها، ما قد مريت عليهم. بالعكس والله انا حاضر واشوف واستمتع حقيقه، وانبهر حقيقه من الفرسان اللي صراحه كل يوم نشوف يعني تطور كبير حقيقه في فرسان القطريين اللي قاعد يشاركون، خاصة اللي أعمارهم صغيرة. نعم، تتفاجأ كلهم صغار، تتفاجأ من المستوى اللي هم قاعد يقدمونه حقيقة، وندل هذا يدل على العمل الكبير اللي يقومون فيه الأخوان في الاتحاد وأيضا في الشقب. تدري أنت التركيز الموجود على اللعبة، هذه لعبة أولمبية والعمل فيها استراتيجي سواء على الفئات السنية أو الكبار، ولكن اللي قاعد احنا نشوفه والبطولات والتنافس اللي احنا نشوفه من أخواننا هذول الصغار صراحة يبهرون، ونتمنى لهم حقيقة أن نلقاهم في أكبر المحافل الدولية سواء تنظمها قطر أو برا قطر، قادرين نفرسها القطريين إن شاء الله. كذلك يمكن تطرق حق نقطة مهمة، أن الجهات المنظمة المسؤولين يعني بالفعل مشكورين على هذه البطولة، على هذا التنظيم، على هذا الأداء، لجنة التحكيم، الحكام موفرين كل سبل الراحة حتى حق الجماهير لإحضاره وجاو في الشقب، ولا كل شيء موجود لهم، ركوب البنيات للأطفال، الكوفيات، الأمور هذه، فكل سبل الراحة سواء للمشارك أو حتى للجماهير المشاهد والمتابع. محمد، طبعا الإدارة تشكر على هالشيء صراحة، يعني يمكن السنة اللي راحت شفنا بطولات، لكن هالسنة كانت صراحة غير عن السنين اللي راحت كلها. بطولات طلعت بصوره ممتازه جدا، يعني ما اللي يشوفها ما يقول بطوله محليه، يعني من كل النواحي، تنظيم، الاعلام، الترفيه، يعني من كل النواحي. نعم، صراحه يعني الاداره والشباب القائمين على البطوله ما قصروا. محمد شاركت انت، ولكن الوقت الزمني هو كان الفاصل بينك وبين الفوز. والله غلطة، لكن إن شاء الله ما تكرر المرة الجاية. إن شاء الله، إن شاء الله نشوفك على منصات التتويج. أعتقد الأسبوع الجاي في جولة إن شاء الله يوم الجمعة والسبت، عدل؟ إن شاء الله، إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله لك، كل التوفيق طبعا الفرسان القطريين طبعا على هذه البطولة وعلى هذا الأداء، وإن شاء الله دائما ما احنا نشوفهم على منصات التتويج. مشاهدينا ومتابعي الكرام، من قفز الحواجز إلى ثاني مرة الفلات ريس، التحدي والإثارة بالتأكيد، خلونا نتابع معكم هذا التقرير اللي تكلم عن السباق 22 من الشوط الأول الى الشوط الخامس. ايضا من مرام لاستاذ امقرن، ولكن استيلا بفارق بعيد وبكل اريحيه على المركز الاول، متابعه على المركز الثاني مع جدات لسيد جعيد بن خليفه الكواري، ولكن استيلا بفارق بعيد وتزيد الفارق لسمو الشيخ محمد بن خليفه الثاني مع ديو باتشلو. جدات في المركز الثاني، المتابعه في المركز الثالث مع الجواد مرام لاستاذ امقرن، ولكن الصداره وافتتاحيه اول الاشواط مع سمو الشيخ محمد بن خليفه الثاني، استيلا ديو باتشلو، سمو الشيخ محمد بن خليفه الثاني، جوليان سمارت. المركز الثاني ينتقل إلى مرام. C'est la distance 1200 mètres, c'est beaucoup trop court, mais c'est pas facile. Hein, 1700 sur le sable, c'est pas facile du tout. Alors, elle a un très bon parcours devant, comme ça, elle a pas du sable dans la figure, et Théo
تيو سي ان سي ان كراك جوكي. المحاولات من دجة الزاخر مع محمد سلامه في المركز الاول الان على الصداره، ركطيفيه في المركز الثاني في محاوله قويه لخليفه بن شعيل الكواري، هليده في المركز الثالث، الصداره لا تزال مع دجة الزاخر، تخرج خارجه نوعا ما المحاوله من ركطيفيه ولكن يبدو انها رايحه لمرمى الزاخر. فعلا المركز الاول الان دجة فرات لمرمى الزاخر على الصداره وعلى المركز الاول. تهانينا والف مبروك دجة الزاخر. دجلة زاخر يعني بينت من أول ركضتين لها أنه في عندها تطورات، وبينت الركضة الثالثة واليوم الرابع الحمد لله. الانعطاف الأخير آخر 400 متر، المدة محاولة ومحاولة قوية من كريستيفانو ألوري، دارين ويليامز والسيد عبد العزيز الكثيري، ولكن هنا محاولة قوية من الشعار الأزرق والنجوم البيضاء وودكيد ديوباشر الفرنسي بسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والمدرب جوليان سمارت، رقم 11 ومحاولة اندفاع في الأمتار الأخيرة وفي نهاية المطاف نتابع هنا ريتش هيستوري أبرز الترشيحات وودكيد، ولكن وودكيد في المركز الأول. Là, c'est un super engagement. On savait que le cheval avait de la qualité. Il est juste pas facile à doser dans l'effort. Il est un peu réactif. Et là aujourd'hui il était très décontracté, ça m'a permis d'aller au bout, voilà. إذا نتابع هنا آخر 400 متر، الدفاع الجيادة صرف الصدارة، محاولة قوية من بلاك هورنج مع كالوفيوشي من الجهة الخارجية، الفوز ومحاولة تاون كراير مع هاري بيتلي مرشح في هذا الشوط. نتابع الآن الشعار الأصفر والبني في المركز الأول مع كالوفيوشي المدرب دي بورماوتن إلى المركز الأول والصدارة، رقم 7 أيضا للمهندس حسن علي عبد الملك العبد الملك بفارق فعلا إلى المركز الأول والصدارة دارة الشوط الرابع. المسافة تفرق مع مسافة 1200 أعتقد هي الأفضل له، ركضنا لأن وصلنا ل 1400 1600، كل ما تسوي الاسترتش اكثر اعتقد الحصان ما يعطي اكثر من 1200 4 ماكسيموم. اتجاها الى المنعطف الاخير 400 متر الى خط النهايه، محاولات ومعمر الان، معمر مربط انجاز وديبان من الجهه الداخليه، ديبان محمد ناصر العطيه ومعمر من الجهه الخارجيه، ومحاوله قويه معمر وديبان، ديبان ومعمر، ديبان من الجهة الداخلية ومعبر، والأمتار الأخيرة مربط إنجاز. مشاكل كثيرة الأحصان، وغير أنه شيطان مشاكل كثيرة، يعني عقب آخر سباق تعطل يمكن 5-6 أيام وقف السباق، هاي ما تمرن إلا 5 أيام ودخل السباق، فأداء ممتاز على التمرين اللي تمرنا الحصان ويبين عنده مستوى إن شاء الله. إذا تابعنا معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام طبعا سباق 22 من الشوط الأول إلى الشوط الخامس، بتكلم بإذن الله عن الشوط الخامس، تكلمنا عن الشوط الخامس بسالم طبعا الخيل المهجنة تكافأ الدرجة الخامسة، المسافة 1900 بالفعل هو معمر في المركز الأول بقيادة المدرب محمد الغزالي. كان هناك تنافس شديد ما بين ليبان ومعمر، معمر قدرنا يحسم هذا الشوط من صالحه. لو تلاحظ أنت الشوط صراحة انطلاقه قويه، ما كنا نتوقع الانطلاقه هذه. لو نرجع للشوط نشوف البدايه كانت قويه حقيقه، اكثر انطلاقاتنا قويه على مضمار ربع ساعه، ها اكثر انطلاقات عندنا سريعه صراحه، سباقات بشكل عام نعم صارت طويلة. سريعه، ولكن احنا نتكلم على الفئه هذه، الفئه هذه 75 واقل، نعم. يعني مش خلينا نقول مش الخيل اللي تكلم من 90 وفوق تكون اقوى من هالشوط بكثير، الشوط هذا انطلاقته كانت انطلاقه صراحه قويه. لو نلاحظ هنا الشوط بدا يهدى نوعا ما،
بدا التكتيك مثل ما احنا نشوف معمر كان حقيقه هو من الخيل المرشحه شارك مشاركه عندنا في قطر وفاز. هذه المشاركه الثانيه له. حصان عنده مخزون هو من ضمن المرشحين كانوا في الشوط. ايضا كانت في خيل مرشحه مثل كينج اوف دوحه ما شاهدناه في الشوط هذا كان عليه تأويل انه يكون. ذيبان حقيقه ركض ممتاز، اداء كان قوي لذيبان، ذيبان مبتعد عن هذا المستوى فتره طويله. رجع ذيبان حقيقه بشكل قوي في هذا الشوط. لو نلاحظ احنا هاري بنتلي صراحه قدر يقود معمر بشكل، لو تلاحظ شو الحصان مهدأ ماخذ وضعيه ممتازه ينتظر حتى مارفن اللي يقود الجواد ذيبان. عامل تكنيك وايد حلو في الشوط، لو تلاحظه هو الحين في ترتيب تقريبا الثالث او الرابع اللي هو عند الريل. الحصان مهدأ ماخذ اكشن بشكل صحيح. بعد هني بدات الخيل نوعا ما تتراجع، اللي عنده مخزون بدا يتقدم، واللي نوعا ما اللي لحد الان في وضع تهدئه. انت تلاحظ الحين معمر شوفه وضع تهدئه، وضع ممكانه حتى ممتاز. هاري بنتلي عرف شلون يمشي الحصان هذا معمر. ذيبان الحين لو تشوفه الحين طلع في المنافسه، وتشوف لحد الان ما شغل تشغيل قوي هاري بنتلي اللي هو من برا. هذا المعمر لو نلاحظ هناك ذيبان بدا التحريك بشكل اقوى. الحصان محتاج عمل كبير صراحه ذيبان، ولكن شوف هاري بنتلي ضغط الحصان صراحه، يملقى ان ذيبان معزم على الفوز. هاري بنتلي ضغط الحين كل ما عنده صراحه، بدل الكرباج يسار، الحصان بدا يتقدم وقدر ياخذ الشوط هذا حقيقه. بس المنافسه لقاها قويه من ذيبان حقيقه، بالتاكيد منافسه قويه من ذيبان، ولكن حسم هذا الشوط معمر. الف مبروك لمربط انجاز، بالتاكيد الف مبروك لمحمد الغزالي على هذا الفوز، كذلك هاري بنتلي يستاهلون هذا الفوز. اذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، خلونا نستكمل السباق ال 22 على المضمار الرملي، نتابع معاكم الثلاث اشواط السادس والسابع والثامن في هذا التقرير. جونهام المنعطف الأخير إلى خط النهاية، ساخن ومداوي في محاولة، وهاري بنتلي مركز هذا مربط إنجاز، ولكن روك أب بشكل جميل وقوي، والفرد جونهام المداوي قادم، وروك أب في الصدر مداوي ومربط إنجاز وهاري بنتلي، والأمتار الأخير مداوي وروك أب مداوي مربط إنجاز وهاري بنتلي إلى المركز الأول. كان له دور كبير. السباقات مثل هذه مثل ما قلت صعبة كثير إذا تكون حصان ورا وتجي، وأنا عارف الحصان عند أخوي عبد الله الكواري اللي هو ركاب حصان عندي وكان موجود، وعارف أسلوب ركضه صندوق رقم واحد طلع قدام، وكنت عارف قايل لهم الحصان بيطلع قدام خليكم بيظهره. إلى خط النهاية وعد يا وعد، وضع أكرم قادم ومتوسل يبحث عن فجوة، وجونهام وعد وأكرم ومتوسل يبحث عن طريق، ولكن وعد على الوعد، وعد والأمتار الأخيرة ومحاولات لأكرم، ولكن وعد راشد بن مبارك كفال النايم فلوكو، وهذه الرقم الثاني. بالنسبة لنا كان هو المرشح، لكن وعد جواد ممتاز، لكن أنا متوقع كنت كانون صراحة، حاط الأمل في كانون أكثر منها الحمد لله. 400 متر إلى خط النهاية، عالي المقام بشكل جميل وقوي، ورصان من الجهة الخارجية المرمو في محاولة من الجهة الداخلية، وتماس أيضا عالي المقام، عالي المقام وديو بشلو، ولكن رصان بطل الأراضي الرملية والأمتار الأخيرة، جاسم بن علي بن محمد العطية وهاري بنتلي. You know, he's had a few runs now where he's been a little bit unlucky. I thought he ran well last week, he's just got a little bit of interference, but he's been knocking at the door on a win like this, so I'm pleased to get his head in front. المسافة هذه بعيدة عليه شوي، بس الحمد لله يعني ما قصر، يعني البيس خدمه انه ما راح سريع واجد الحمد لله.
إذا تابعنا معكم مشاهدينا ومتابعي الكرام هذه 3 أشواط في هذا التقرير، بالتأكيد نبارك لكل من فاز في هذا الأشواط، نقول هارد لك أو حظا أوفر باللي ما حالف هالحظ. إن شاء الله بنتكلم عن الشوط الثامن، طبعا الشوط الثامن على كأس الشقب للخيل العربية من إنتاج المحلي على مسافة 2000 متر، رصان في المركز الأول بالتأكيد. محمد كلمنا عن هذا الشوط على مسافة 1900 بقيادة المدرب جاسم الغزالي. طبعا نبارك لسيد جاسم بن علي عطية على هالفوز، صراحة أداء ممتاز من الجواد رصان. يمكن رصان كان هو المرشح الأول في الشوط بحكم أن الأرضية رملية، ومعروف رصان في الأراضي الرملية ممتاز لحصان. يمكن المسافة كانت شوية بعيدة عليه كما قال جاسم بن علي، لكن أداء كان ممتاز. شفنا عائل مقام حاول الريان دا دا داماس، لكن أداء رصان كان مرشح في هذا الشوط بالنسبة لنا، يعني كان هو المرشح الأول. صح المسافة شوية بعيدة عليه، يمكن أحسن مسافة 1600 رصان، في الرمل ممكن 1800 أفضل مسافة له، لكن البيت خدمه اليوم، ما كان شوط سريع، شوط كان بطيء، وهاللي ساعد إنه يؤدي المسافة مثل ما شفنا بداية الشوط. يعني الشوط ما كان سريع كلش، وأدناه خذ الصدارة ومن طلع ودنان قدام على طول هدى، فأخذ الخيل اللي وراه تأخذ أفضلية بالذات إذا رصان وما يركض المسافة ذي، فتم هادي رصان عكس الجواد. ممكن عايل مقام لو رايح قدام كان ممكن تكون أفضل على طريقة الشوط، لكن في النهاية هذا تكتيك بالشوط خدم رصان الحمد لله. يعني رصان معاه المربوش عالي المقام اي جي اس الريان اي جي اس وذنان مشاركين في هذا الشوط، ولكن سالم قدر ان رصان يتغلب على باقي الجياد بالتاكيد. هذه الخيل على هذه المسافه، الخيل هذه كلها زينه، الخيل هذه عندها اسماء قويه ابو سالم. نعم بس هذه الخيل معلي، الخيل هذه أداءها يمكن في الحشيش أفضل من الرمل، ولكن رصان يركض في الحشيش ومؤدي أداء طيب في الحشيش، وكذلك على المضمار الرملي، ولكن في المضمار الرملي هو غرام الرمل صراحة، لأنه عنده أداء، عنده تورك، حصان عنده قوة إنه يقدر يتحمل مسافة الرمل خاصة. يعني رصان من الخيل نادر أنها تخسر في الرمل، شاهدناه مع أقوى الخيل حصان، هذا صار له يمكن 3 سنوات يشارك على المضامير الرملية ويؤدي نفس الأداء هذا اللي أنت تشوفه. رصان صراحه حصان بطل، نهني اخونا جاسم العلي على هذا الحصان، وايضا المدرب جاسم الغزالي اللي قدر يحافظ على الحصان هذا 3 مواسم يؤدي بالشكل هذا. محمد المسافه المناسبه لها 1900 افضل مسافه للرصان في الرمل اتوقع 1800 يمكن 1900 2000 شوي بعيده، لكن هالمره انا قلت لك ظروف الشوط ساعدت رصان، حتى لو ان الخيل قويه لكن الشوط كان هادي، فما خلاه الشوط يبذل طاقه من البدايه نجهد عمره صراحة. وش بيس بطيء هادي من البداية، ما ممكن الشوط ما بدأ إلا من 1000 من 1000 إلى 800 بدي يحركون شوي، تغير النتائج من رأيك؟ ممكن يعني، بس رصان يتم هو مرشح الأول، هو على المقام. يمكن شفنا شوف يعني رصان آخر 50 متر يمكن وقف خلاص، ما عنده أكثر من اللي عطاه، وشفنا عائل المقام رد مرة ثانية يشتغل، شوف الحصان اللي على الريل رد مرة ثانية يتحرك آخر 10 أمتار قدام متقدم، لكن الحمد لله يعني رصان في 1800 حصان صعب يستاهل الفوز. المالك جاسم بن علي العطية ألف مبروك على هذا الفوز، كذلك مدربه جاسم الغزالي وهاري بنت لي على فوزهم بكأس الشقب ألف مبروك لهم. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، طبعا من السباق 22 على المضمار الرملي إلى السباق 23 على المضمار العشبي، خلونا نتابع معكم بالتأكيد هذا التقرير اللي تكلم عن الشوط الأول والثاني والثالث والرابع. توتشي على المركز الثالث، بينما رابعا هنالك راندوم ديسيجن ينطلق بقيادة الرمزاني وكلاف يناتشك على المركز الثاني يتقدم بهذه الآونة، بينما الصدارة لبيك تن انطلاق موفق لجاسم الغزالي والهديبي وجيبي غامبر 3 طولين على المركز الأول، بينما التقدم للمالكي الآن الشيل على المركز الثاني، الشحانية ينظر فعلا دخول جماعي ولكن الشحانية Il a très bien couru le petit. J'ai mis les œillères pour la première fois parce que c'est, pour moi c'est trop court. 1200, c'est un cheval de 1400, même 1600 mètres. Mais il est jeune encore. Mais c'est bien, c'est bien. اللونج تراك
إذا نعود إلى الصدارة في المركز الأول، أبناء الدكتور العطية مع ترياك فالح البغرين بالمركز الأول، هنا زاخر ريسنج ينطلق زاخر مع علوان أسرع من البرك مارك لورنز فعلا على صدارة هذا الشوط، إنتاج بفالح مربط زاخر على المقدمة بينما يجي ستي أندى سكند بينما الصدارة فعلا لزاخر محمد سلامة. فوزته هذه طبيعية اليوم الحمد لله على الفوز، كان المفروض علينا انه احنا نطول بالنا عليه شوية وناخذها حبة حبة، احنا ودينا سباقات كبيرة بس الحين حنرجعوا على السلم من البداية ان شاء الله. 400 متر على خط النهاية، إعازات تعطى لجميع الجهات وريم سياد في القيادة والقادم ولاها هاري بنتلي وشعيل بن خليفة بن جاسم الكواري من الجهة الخلفية وفلاور فاستفول من الجهة الخلفية، ولكن موالا بقيادة جميلة وقوية ومحاولة للحق، ولكن شعيل بن خليفة الكواري والأمتار الأخيرة. متوقع منها هالأداء صراحة، لكن يمكن الفرس اليوم مسافة خدمتها، وضعها كان جيد، مسافة السباق اللي راح ما كانت جاهزة ذاك الجهوز، ومسافة الجو الأرضية كانت رملية، فهالشيء اللي كان المرة اللي راحت خلاها تطلع بصورة جيدة. المنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية تعطى لإعازات شرهان عزام بشكل جميل وقوي، ومن الجهة الخارجية مستر لال ملك سيد سلمان عبد الغني عبد الغني وأدواردو بدروزا، ومن الجهة الداخلية شرهان عزام ناصر عويضة سالم الهادري والقطري فالح بغني، محاولات للجواب سلطان بوتيلة شاطر بوتيلة، ولكن مستر لال وإدواردو بدروزا ملك سيد سلمان عبد الله. Yes, it's normal. Normally, we expected us that for the last three starts, but today he go very well on the corner and a good feeling. إذا تابعنا معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام هذا التقرير، نتكلم عن الشوط الأول إلى الشوط الرابع. ألف مبروك طبعا لكل من فاز في هذه الأشواط، نتكلم إن شاء الله عن الشوط الرابع وبشار نتكلم عن الشوط الرابع. الخيل المهجن إنتاج محلي مبتدئ المسافة 1400، مستر لال في صدارة هذا الشوط بقيادة المدرب إبراهيم المالكي. مبارك حقيقة أول شيء لأخونا إبراهيم بن سعيد المالكي استاهل، وأيضا المالك سلمان بن عبد الله بن عبد الغني على هذا الفوز. الجواد مستر لال الحقيقة هو اللي قدر يسيطر في هذا الشوط وفاز هذا الشوط هذا بكل أريحية. مستر لال واحد من الخيل اللي تأخرت وهي في المستوى المبتدئ حقيقة، الحصان هذا عنده كثير، عنده مستوى أكبر من المستوى اللي احنا نشوفه. شارك الحصان في آخر مشاركاته، الحصان جاء المركز الرابع المركز الخامس، الحصان هو أعلى ريت تقريبا موجود على الفئة هذه اللي مشارك وياها، هو واحد من المرشحين حقيقة كان في الشوط. الشوط مثل ما نشوف طلع بشكل قوي ممتاز على مستوى المبتدئة خاصة الخيل الانتاج المحلي. لو نلاحظ احنا مستر لال بكل هدوء، لو تلاحظ هو اللي جاي من وراء مرتاح الحصان بالشعر الأزرق، إذا أنتم تشوفه قاعد يتقدم بكل هدوء، يقود خيال حافظ الحصان هذا بشكل صحيح. لاحظ أنت الحصان بهدوء، الخيل اللي حداه يعني بدأت بإعازات، بدأت تتحرك من اليمين من اليسار، ولكن هو ما زال شوف لو تلاحظ وضع تهدئة ما حرك، الحين طلب منه حرك الحصان، بدأ الحصان يفرق شوي شوي عن باقي الخيل. الحصان هذا يعتبر أعلى كواليتي يمكن من
الخيل اللي مشارك معها او اكثر خبره من الخيل اللي مشارك وياها. نعم. وهذا فوز طبيعي بالنسبه للمستر لال، وانا قلت تاخر في الميدن، المفروض كان يفوز من قبل. لو تلاحظ شوف فوزته ماخذ يمكن طولين عن المركز الثاني اللي وراه. حصان مثل ما قلت لك، حصان تاخر في اعتقد في درجة المبتدئة، حصان قدر يفوز، وحصان عنده الكثير، لأن يعني المسافات اللي 1400-1600 الحصان عنده مستوى أفضل من المستوى يمكن اللي احنا شفناه بعد. بالتأكيد يستاهلون هذا الفوز، نبارك للسيد سلمان عبد الله عبد الغني على هذا الفوز، وكذلك مدربه إبراهيم الماكي وأدواردو بدروزة على هذا الفوز. كل التوفيق له أبو عبد الله، سواء في نادي السباق الفروسي أو في مرمي مع فريق تويوتا، أسأل الله يوفقه إن شاء الله. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نستكمل معكم السباق 23، نتابع معكم من الشوط الخامس إلى الشوط السابع في هذا التقرير. نتابع الآن الجياد عند الانعطاف الأخير في الشوط الخامس، آخر 400 متر، اندفاع قوي لكوين ماويا من الجهة الداخلية، متابعة قوية من إبيان مع مارفين سيورلاند، ومحاولة أيضا من رقم 11 روضة الخيل مع هاري بنتلي، محاولة من حما من الجهة الداخلية. نتابع كوين ماويا في الصدارة مع راشد صعاق المري، ولكن الدفاع الآن هنا دفاع من غزوة، ولكن محاولة قوية من حما أكثر من راس، ومحاولة من روضة الخيل رقم 10 كوين ماويا في المركز الأول والصدارة مع راشد علي الصعاق المري. الفرس طيبة، والله وفقنا اليوم في الشوط، الحمد لله رب العالمين، ونشكر الله ونحمده، صار الشوط على ما نبي، والخيال نفذ التعليمات اللي طلبناها منه، وأدت الفرس أداء طيب الحمد لله رب العالمين. وآخر 400 متر الخط المستقيم، نتابع ينكة في الصدارة، محاولة قوية أيضا من خلال شعار السيد خليفة بن شعيب الكواري، صاحب المنال من الجهة الخارجية، الدفاع من إعجاز وأيضا كينابي بالشعار الأصفر والأسود، دمون دبوي محاولة قوية من كيارسون، ولكن الينكة مع فالح مغنيم دينابي، ومحاولة مع جيرالدا فرانش، متابعة من صاحب المنال، هنا دينابي والشعار على الأصفر وظهور أشرق، ولكن دينابي يخطف الشوط مع جيرالدا فرانش. Oui, c'est une jument qui est très très vite. Il m'avait demandé d'aller devant, mais j'ai pas pu aller devant parce que la course était très 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 sélective. Une petite jument très très légère, mais qui a un très très gros cœur. Elle surmène, elle fait ce qu'elle peut. Il avait gagné son Méden la dernière fois plutôt facilement. Là, c'était handicap contre des vieux chevaux. Il avait un petit poids, mais c'était pas fait. Il s'est bien défendu jusqu'au bout pour parvenir à l'exploit. طبعا شفنا وياكم مشاهدينا ومتابعي الكرام من الشوط الخامس الى الشوط السابع، الف مبروك طبعا لكل من فاز في هذه الاشواط. طبعا نتكلم عن الشوط السابع باذن الله تعالى. محمد تكلمنا عن الشوط السابع، الخيل مهجنه تكافئ الدرجه الرابعه على مسافه 1100، شوط سريع، شوط سبرنتر، اوف هي جوز في المركز الاول، اسمه الشيخ محمد بن خليفه الثاني. طبعا شفنا الشوط السابع للخيل مهجنه الاصيله 080، الشوط كان كلاس 4، مسافه كانت 1850. الشوط كان سريع نوعا ما. نعم. شفنا حصان شحانيه مشارك المره الثانيه، اول مشاركه لها في شوط الميدان مثل ما قال خيال، فاز.
واليوم مشارك مرة ثانية مع الخيل يعني خبرتها أكثر، وكان شايل وزن خفيف الحصان 53 كيلو، فهالشيء أعطاها أفضلية. كان مرشح أول لهذا الشوط محمد، يعني يمكن بالنسبة لهم كان مرشح أول. أي نعم. يعني الحصان أول مرة يشارك مع هالخيل، هم أدرى في مستواه. نعم. مشارك 53 كيلو، فكانت لها أفضلية في الشوط. والخيال أثبت وجوده تيو بشلو يعني بشكل صراحة كبير. تيو بشلو من الفرسان يعني آخر فترة طلع ممتازة جدا، و يعني مع الشحانية طلع بصورة ممتازة جدا. أكثر خيل الشحانية قاعد نشوفها يعني يركب ركوب ممتاز ممتاز. نعم. يسوي فرق في الخيل. نعم. فشفنا بداية الشوط جوسخ يطلع الصدارة مع ميوزيكال تيرمز. يمكن شفنا الجواد أوفي جوز مركز الثالث خلف الجياد المتصدرة، يمكن أكثر الجياد اللي كانت قدام كانت شالها أوزان ثقيلة. يعني يمكن هالشيء يمكن ما ساعد الجياد اللي في الصدارة أنها تستمر للنهاية. نعم. فشفنا الجواد أوفي جوز الظهرة على طول الجواد كودبي. عبد اللطيف العمادي. نعم. اللي جاء في المركز الثاني أداء ممتاز آخر سباقين حصان نفس المستوى ثابت صار له فترة، لكن أثبت حصان الشحانية اليوم في السباق أنه كان أفضل بأداء ممتاز جدا مع خيل أكبر منه في العمر. نعم. يعني يمكن شفنا يارمن من الجهة اليسرى بالبلينكر الأحمر وكودبي من الجهة اليمنى، لكن أداء الحصان حتى يبين الحصان الحين غشيم يتردد يروح يرد، فأتوقع الحصان عنده مستوى أكثر من مستوى ما شاء الله تبارك الرحمن، وبالتالي قدرنا يفوز هذا الجواد أوف هي جوز بالمركز الأول. بالتأكيد نبارك لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وكذلك مدربه جاليون سمارت وكذلك الجوكي تيو بشيلو، ألف مبروك لهم على هذا الفوز بالمركز الأول بالتأكيد في الشوط السابع. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلونا نستكمل كذلك معنا آخر فقرة في السباق 23، نتابع معكم في هذا التقرير من الشوط الثامن إلى الشوط العاشر. دار لازالت مع الجود رامتر انكاسر احد المرشحين في هذا الشوط الكاسر الان هو محمد الشيبلانه وحوله من الخلف مع دويد بتروزا، وايضا مع الجود رقم 7 الجود شريس للشيخ خليفه من محمد الثاني كارل فيوتشلا من الخارجه، اذا الخط المستقيم باتجاه خط النهايه البند يقول عاصف دروع المركز الاول لكن كاسر ومع هذا الجود المرشح الاول الجود بجنون الان سمو الشيخ محمد بن خليفه الثاني ثاني اسمرت من الخارجه لكن الجود رقم 3 عفوا الجود مجنونه، وايضا مع هذا الجود رقم 7 الجود شريس سمو الشيخ محمد بن خليفه الثاني ومع هذا الخارجه من قبل الجود رقم 12 الوادي الان الوادي من الخارجه لكن هاري بنتي مع الجود سهوة الان منافسه قويه هاري بنتي الى الصداره والى المركز الاول. Yeah, she's, you know, these two are quite similarly matched in their abilities, but, you know, my filly Zawa, she's got a big heart, she tries very hard. مربط إنجاز يخطب الصدارة الآن وبدري لمربط إنجاز المركز الثاني فيكتور لورا اليوم محسن وضعه ومعدل وضعه بدري اليوم مع إدواردو بتروزا إبراهيم سعيد المالكي رزق الجاسم في المركز الثالث اندفاع قوي الجواد يتطور من سباق إلى سباق أحد الجهات قوية الخط المستقيم باتجاه خط النهاية إنجاز فايز على الصدارة فيكتور لورا القادم في المركز الثالث وأيضا مشاهد الجواد رزق الجاسم ولكن بطل السبلندر على الصدارة الآن الجواد اللي هو إنجاز فايز على المركز الأول رزق الجاسد في المركز الثاني ولكن إزت لاين لمربط إنجاز إلى كأس العذر أيها السيدات والسادة متابعينا مشاهدينا اللهم لك الحمد. طبعا فضل من رب العالمين هذا الحصان قادر يحافظ على مستواه بهالسباقات هذه، ما خسر ولا سباق في قطر يعني لغايه الحين الحمد لله. بارك لسعد الشيخ مشعل بن حامد على هذا الفوز واخونا شايل الكواري، ونقول الله يستر على الحصان بس يحفظه لين سباق سيد سمو الامير ان شاء الله، لان دائما السباقات الكبيره سباق سيد سمو الامير يجي خيل مبرع، ف يعني انا بالنسبه لي لازم ادافع عن اللقب موسمين على التوالي السباق عندي ونفس الحصان، اتمنى ان شاء الله الله يحفظه للسباق هذا وان شاء الله لكل حادث لحد ذيك الساعه. للملاك والمدربين ان خيل هذه اللي بتشارك في هذا الشوط يعني للمشتري الحق انه يشتريها، المشارك
ما له حق انه يقول يعني ما راح ابيع. خلاص انت حطيت في الشوط هذا الخيل اللي بتفوز او تجي راي كل حسب الوزن الخير مسعره، اللي كل حصان كم وزنه سعره بيكون يعني مقدر للوزن، بس مش نفس لا مقدر للوزن، كل الوزن له سعر. فالمدرب لما يسجل الحصان في هذا الشوط ملزم ببيع الحصان. انطلاقه قويه الان مع ويرتينه جريس كيب ابراهيم سعيد المالكي او هاي هولي في المركز الخامس تقريبا. سادسا عندنا تور تايك لخليفه بن شعل الكواري بتقدم قوي. سيفستن شيت في المركز السادس يتحرك الان الخط المستقيم باتجاه خط النهايه. من اللي راح ينباع؟ من اللي راح يخطف الصداره في هذا الشوط؟ الصداره والمركز الاول تتجه الى خليفه بن شعل الكواري مع الجواد رقم 10، الجواد اللي هو شادو جيم على الصداره، ولكن يبدو انها مرتديه لرقم 12 جواد بن ايكون بمحاوله قويه. رقم 6 هاي هولي، هاي هولي من الجهه التقنيه، رقم 12 برودواي ايكون، دخول جماعي برودواي ايكون. انا اقول حصان زين، او احنا نشوف ان حصان يعني يعطي، لكن شفنا شوط الكليمينج فرصه ان نطلع الحصان بعد وقفه سنه، والهدف كان الفوز الحمد لله رب العالمين، تعتبر فوزه بغض النظر عن طريقه السباق او نظامه. طبعا شفنا معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في التقرير من الشوط الثامن الى الشوط العاشر، ولكن نتكلم عن الشوط التاسع فقط. احنا مفترض نتكلم عن الشوط الثامن مشاهدينا الكرام، ولكن لضيق الوقت ما قدرنا نتكلم عن الشوط الثامن، ولكن ان شاء الله نتكلم عن الشوط التاسع. كلمنا عن الشوط التاسع ابو سالم طبعا على كاس معيذر للخيل المهجنه من المهجنه، المسافه 1600، شوط سريع، شوط سبرنتر، از ذات رايت في المركز الاول في هذا الشوط. اول شيء الحصان هذا، اول شيء مبارك الانجاز حقيقه على هذا الحصان اللي حقيقه كل سباق يبهرنا بقوته. حصان سبرنت من افضل خيل ركضت في قطر، مواسم ثلاث مواسم الحصان محافظ على صدارته المسافات القصيره، واحد من افضل خيل اللي تملكها انجاز حقيقه مستوى ثير بريد. الحصان ركبه يعني ما في خيال ما ركبها الحصان وما فاز عليه. يعني الحصان مش محتاج انه يكون خيال معين يفهم الحصان هذا عشان يفوز. احنا لو تلاحظ لقينا بيير كامفرتينو فاز على الحصان، جيبين جابر فاز على الحصان، هاري بنتلي فاز على الحصان. الحصان هذا اغلبيه الخيال فازوا عليه حقيقه. الحصان هذا يعتبر من افضل الخيل الموجوده في قطر على المسافات القصيره السريعه. نعم، ال 1200 ل 1100 حصان يركض رمل، يركض حشيش، نخبه من الخيل السبرنت اللي معاه، ما يشارونا ما وجوده معاه. حصان اللي هو ريسك جست حق خلنا. ايش اللي تميز في هذا الجواد؟ الحصان عنده قدرات، عنده سرعه. لو تلاحظ شوف الحصان هو في المركز الاول، لاحظ الحصان شلون. الحصان بس محتاج منك انك انت بس يقول لك حافظ علي بس لين المنعطف، لين بعد المنعطف وارخي لي الجام، ما يحتاج منك اي عمل. ما شاء الله. يعني لو نلاحظ نشوف الحصان، الله يبارك لهم فيه، الله يبارك لي، حصان بطل حقيقه، من اقوى الخيل اللي تعمل السبرنت. حصان يركض يعني ركض حلو، الستايل الحلو، الستايل اللي يعجب الخيال، يعجب المدرب. ما شاء الله الحصان فاز بكل اريحيه، لاحظنا في منافسه وراء بعض الخيل حاولت، ولكن هذا الحصان احنا الكل مرشح هذا الحصان لهذا الشوط. مسافته 1000 1100 1200 صعب ينطرح هذا الحصان. مبارك لاخونا جاسم الغزالي حقيقه، وايضا الخيال هاري بنتي ومربط انجاز على هذا الفوز. يستاهلون الف مبروك بالفعل، هو بفارق طبعا راس عن باقي الجياد، از ذات رايت في المركز الاول. نبارك للساده مربط انجاز، وكذلك مدربه جاسم الغزالي وهاري بنتلي الف مبروك لهم على هذا الفوز، وبالتاكيد الف مبروك لكل من فاز طبعا في الاشواط هذه كلها، سواء على المضمار الرملي او العشبي. مشاهدينا ومتابعي الكرام، احنا ودنا والله نطلع الاشواط هذه كلها ونحللها ونتكلم عنها، ولكن 18 شوط صعب في وقت زمني يعتبر قصير نوعا ما، ولكن ان شاء الله نعوضكم في حلقات جايه او
الخوف المباشر بإذن الله تعالى. طبعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام وصلنا لختام تغطيتنا أو حلقتنا طبعا لهذا اليوم من برنامج المضمار. لا يسعني إلا شكر الضيوف اللي رافقوني بالتأكيد طول هذه الحلقة، المالك الخيل المدرب محمد عويضة سالم الهاجري، وكذلك محمد جاسم الغزالي مدرب. كل التوفيق لكم إن شاء الله. محمد أعتقد عندنا إحنا في الشقب هذا بالجولة السابعة يوم الجمعة والسبت، عدل؟ إن شاء الله الجمعة والسبت مشارك فيها إن شاء الله. عسى الله يوفقك إن شاء الله. إذا مشاهدينا ومتابعي الكرام بالفعل إحنا يوم الجمعة يوم السبت على موعد على الهواء مباشرة في أرينة الشقب، عندنا الجولة السابعة لهذاب وإن شاء الله بنغطيها على الهواء مباشرة. بالتأكيد تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من الإعداد شهاب الرواسي، وبالتأكيد من الإخراج قصون. في أمان الله.